ومشاهدينا استمرارا لمتابعة مظاهر الاحتفال في مختلف الأماكن، بتنضم إلينا أيضا مراسلة إكسترا نيوز زميلتنا شيرين مجدي من حديقة الأرمان في الجيزة. برحب بيكي معانا شيرين، وانقللنا الأجواء عندك. بالفعل هشام، من داخل حديقة الأرمان إحدى مقاصد المصريين للاستمتاع بأجواء من الهدوء والاستجمام، لا سيما في فترة أجازات العيد. ونحن اليوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بنشهد إقبال متوسط حتى هذه اللحظة من جانب الأسر المصرية، وهي الغالبة على الزوار في الحديقة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والذين جاءوا وافترشوا المساحات الخضراء في الحديقة واصطحبوا معهم الوجبات والمشروبات المختلفة، وأخذوا يقضون يوما وسط هذه المساحات الخضراء والأشجار المحيطة بالمكان، لا سيما وهذه الحديقة بتوجد على مساحة 28 فدان بتضم مجموعة نادرة من النباتات والأشجار. يعني هناك العديد من عوامل الجذب لهذه الحديقة. في البداية سعر التذكرة هي 5 جنيهات فقط للفرد، بالإضافة أيضا للمساحات الواسعة، وهي المساحات الخضراء الواسعة في هذه الحديقة. كذلك أيضا بيوجد مدينة أو منطقة ملاهي أو ألعاب خاصة بالأطفال. كذلك أيضا هناك الكافيتيريا كنوع من أنواع الخدمات، بالإضافة أيضا إلى التواجد الأمني، وكذلك أيضا عربة الإسعاف والمطافي للتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله. وكذلك أيضا يعني لاحظنا وجود الأسر يقضون وقتا ممتعا من خلال التقاط الصور والاستمتاع بالمساحات الخضراء وتناول الوجبات الخاصة بهم ولعب الكرة بشكل عام. كذلك أيضا ليس فقط التجول والتنزه وسط الحديقة والاستمتاع بالمساحات الخضراء، كذلك أيضا بيوجد بركة نيلية بيوجد بها مجموعة من النباتات مثل نبات الفلين وأيضا اللوتس والبردي، بالإضافة أيضا إلى المعشبة، وهي تعد كفهرس نباتي بيضم مجموعة من النباتات والخصائص والخصائص الخاصة بهذه النباتات بشكل عام. بتعد هذه الحديقة هي حديقة نباتية علمية بحثية، وهي تعد من أكبر الحدائق النباتية على مستوى العالم. يعني بنشهد إقبال، لازال الإقبال متواصل حتى هذه اللحظة من جانب الزوار، وحتى يعني هذه الحديقة بتفتح أبوابها من 8 صباحا حتى 4:30 عصرا، وذلك في فترة الأعياد. ده المشهد لدي، بعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.